استغرقت السهرة التي أنتجتها مجموعة صين الإعلام 260 دقيقة، وشملت برامج من مختلف الأنواع مثل الغناء والرقص وألعاب الخفة والألعاب البهلوانية والأوبرا الصينية والمسرحيات الهزلية. وركزت السهرة على المواضيع المعاصرة والساخنة التي تتغنى بالوطن والشعب، وشكلت برامجها المتنوعة الرائعة التي تعبر عن العواطف الأسرية والوطنية والتطلعات نحو الخير والسعادة مهرجانا ثقافيا يجمع بين الأصالة والحداثة. ومن أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد، تمت إضافة برنامج خاص تحت عنوان المحبة هي جسر إلى البث المباشر لتقديم الدعم والتشجيع المعنوي لسكان مدينة ووهان وجميع أبناء الشعب الصيني. واستخدمت هذه السهرة مسرحا مكونا من 3 طوابق لأول مرة لتقدم للمشاهدين مشاهد ثلاثية الأبعاد من خلال تقنية الشاشات الطائرة. كما استخدمت السهرة روبوتات وطائرات مسيرة في التصوير والإنتاج، وحققت البث المباشر بتقنية الواقع الافتراضي لتتميز بالعديد من الابتكارات التقنية. وبالإضافة إلى الموقع الرئيسي في بكين، وضعت سهرة عيد الربيع هذا العام موقعين فرعيين في مدينة جانجو بمقاطعة خنان وسط الصين ومنطقة خليج غواندون وهونغ كونغ وماكاو الكبرى جنوب البلاد، مما يعكس المزايا الثقافية الإقليمية الفريدة. واستخدمت السهرة وسائل الإعلام الشاملة وتم بثها مباشرة إلى جميع أنحاء العالم. وفي هذا العام ستنتج وتنشر مجموعة الصين الإعلام فيلما خاصا بسهرة عيد الربيع 2020، وسيتم بث السهرة والفيلم من قبل أكثر من 500 مؤسسة إعلامية في أكثر من 170 دولة ومنطقة، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وروسيا والبرازيل وسنغافورة والإمارات وماليزيا وتايلاند ولاوس، بالإضافة إلى دور السينما في أكثر من 20 دولة ومنطقة. يذكر أن سهرة عيد الربيع هي سهرة فنية شاملة ضخمة يقيمها التلفزيون الوطني الصيني سنويا منذ عام 1983، وعلى مدار أكثر من 3 عقود ماضية رافقت سهرة عيد الربيع العائلات الصينية لوداع العام الذي سيمضي واستقبال العام الجديد. وأصبحت أكثر برنامج تلفزيوني مشاهد في العالم وفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية. وأصبح أعداد طبق الجياوزي ومشاهدة سهرة عيد الربيع والتمتع بوجبة عشية العيد من عادات الصينيين أثناء لم شمل أسرهم في عشية رأس السنة القمرية الجديدة.